ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا من مهارات عظيمة. طبعا في كل مرحلة عمرية بيحتاج الجسم للتغذية السليمة والفيتامينز اللي بتساعده على النمو بشكل صحي، أكيد وبالأخص المرأة، لأنه بيكون احتياجاتها للفيتامينز بشكل يعني قوي جدا عن الرجل، وده بسبب أن هي المراحل اللي بتمر بيها وبتفقدها الكتير جدا من الفيتامينز والمعادن، واللي لازم تعوضها أكيد علشان تكون صحتها كويسة. إحنا النهاردة هنخصص الفقرة دي علشان نهتم ونتكلم عن أهمية الفيتامينز لصحة المرأة مع ضيفتي المنوراني ومشرفاني في الاستوديو دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. دندون حبيبة قلبي، ازيك يا عظيمة؟ الحمد لله حبيبتي، منوراني ومشرفاني. كل سنة وانت طيبة وكل الناس طيبين يا رب. وانت طيبة وصحة وسعادة يا رب العالمين. تسلمي. طبعا بشكرك لانه انت بتجمعي لنا كل أسئلة الأصدقاء، وبجد احنا النهارده الموضوع عجبني جدا. أيوة. وهتجاوبينا على اسئله هتهمنا كلنا طبعا. معاكي. انا اول واحده فيهم. اوكي. بصي يا دندون، احنا طبعا اول حاجه السيده بما انها بتمر بفترات عمريه، خلينا نبدا من البدايه. المرحله اللي ابدا اقول انا وانا فيها كده اقول ايه، انا ممكن يبقى عندي نقص فيتامين، انا بكتشف حاجات بسيطه. اكتشف ضوافري طبعا وشعري طبعا، فابدا اقول ايه، هو ليه بيقع؟ هي ليه ضوافري ضعيفه ما بتطولش؟ صح، دي مبدئيا طبعا. يعني قولي لنا بقى، كلميني عن المراحل دي بس باستفاضه كده. بيبقى في ساينز تانية، يعني يمكن الساينز الكومن قوي ان الشعر بيقع، وبرجع اقول مش كل تساقط شعر نتيجه نقص فيتامينات. عندي امراض مناعيه، عندي مشاكل في السكر، عندي امراض مزمنه ممكن تؤدي الى تساقط شعر. لكن على طول بقول، ودي بتحتاج ادويه ولا فيتامينز هتنفع، الفيتامينز داعمه فقط. فبناخد الدواء مع الطبيب المختص، بنمشي على البريسكريبشن، وممكن ندعم بالفيتامينز. كويس. تكسير الضوافر، بتلاقي حاجات كتيره، شحوب البشره. البشره تبقى شحبه، محتاجه فيتامين بي على فكره. يمكن فيتامين بي من اهم النتيجه بتاعته، او من اهم فوائده ترطيب البشره، لان شحوب البشره نتيجه الجفاف. ترطيب البشره وبيحارب قصه البيجمنتيشنز، او بيحارب التصبغات بشكل ما. الهالات السوداء، يمكن كمان الاسمرار اللي حوالين البق. لما باجي اغسل سناني الصبح الاقي ساعات دم بينزل. بس لو ما عنديش سيوله عاليه وقتها اقدر اقول ممكن يبقى نقص فيتامين سي، فلازم ندعم فيتامين سي، لانه كمان بيدعم جدا التئام الجروح، والزنك بيدعم التئام الجروح. الحاجات دي الحاجات بقى اللي بنحس بيها ممكن تبقى نتيجه نقص فيتامين، الخمول والكسل. بتلاقي سيدات كتير عندها خمول وكسل وعدم تركيز، يمكن كتير مننا بينسى، تركيزه مش قوي قوي. وقتها اقدر اقول نقص فيتامينز، وبالاخص يمكن فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. تنميل الاطراف، دي برضو مشكله. تنميل الاطراف بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي، لان فيتامين بي داعم جدا للاعصاب، وكل اعصاب جسمي حتى العصب البصري. يعني على طول بقول مهم جدا الفيتامينات عشان احسن العصب البصري واحسن قوه النظر. يمكن بيقولوا لنا ايه، الجزر بيقوي النظر لانه مليان فيتامين اي مثلا. مع فيتامين اي محتاجين فيتامين بي. التخن ممكن فجاه بتلاقي بعد التقدم في السن مع الست الحرق بتاعها بيبقى اضعف. فبتلاقي بتكتسب دهون اكتر، فلو ما اخدتش فيتامينات بتعلي لي معدل الحرق هلاقي نفسي بتخن. المود بتاعي بتلاقي ايه، مود سوينجز، يعني شويه مبسوطه شويه متضايقه، ومعرفش انا متضايقه من ايه، ممكن وقتها اقول نقص فيتامينز. فمهم جدا لصحه المراه تدعم الفيتامينات والمعادن رقم واحد، تدعم الصحه النفسيه جدا، لان التوتر النفسي والضغط العصبي بيعلي لي مستوى الكورتيزول، ودي بتعمل لي مشكله في كل هرمونات جسمي. فتدعم الفيتامينات، تمشي تلعب رياضه، تشرب كويس، تاكل اكل صحي، كل ده هيظبط معاها مع اي فئه عمريه. طبعا هنتكلم ليتر اون عن الفئات الحوامل، لكن انا بتكلم على الستات الطبيعيين. طب خلينا بقى نصنفهم دلوقتي.